ما الفرق بين المسلم والمؤمن والصالح؟ المسلم والمؤمن كلاهما سواء، لا يكون مسلما إلا من كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا من كان مسلما، لكن الإيمان أعلى من الإسلام. الدين على ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كل مرتبة أعلى من التي قبلها. لكن ما يصير مسلم الإسلام الصحيح حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما. نعم.